أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بعمق روابط الصداقة والتعاون الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وما تستند إليه من تاريخ عريق وممتد عبر آلاف السنين من التمازج الحضاري والثقافي والتبادل التجاري بين البلدين والشعبين الصديقين. أكد سموه أن العلاقات البحرينية الهندية تمثل نموذجا متميزا للتعاون المثمر القائم على مبادئ الاحترام المتبادل وتقارب وتكامل الرؤى والأهداف والرغبة المشتركة في تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول والشعوب. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القطيبية صباح اليوم معالي السيدة فاساندرا راج رئيسة وزراء راجستان السابقة وزيرة الدولة السابقة لشؤون الخارجية بجمهورية الهند بحضور سعادة السفير ألوك سينها سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات والمستجدات الراهنة إقليميا ودوليا. خلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما تشهده علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من تقدم في كافة المجالات بفضل اتفاق الرؤى والجهود المشتركة من قبل البلدين لتنمية أواصر العلاقات وتوسيع مجالاتها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. أكد سموه أن العلاقات البحرينية الهندية تتميز باتساع وتنوع مجالات وأطر التعاون في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات وموارد وقاعدة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منطلقا نحو مزيد من توثيق عرى التعاون الثنائي. ورحب سموه بتنامي العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بفضل الجهود التي تبذلها قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين لتهيئة كافة السبل التي تسهم في تسهيل وتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في مشروعات مشتركة تدفع عجلة النمو في البلدان الصديقين. ونوه سموه بما تشهده جمهورية الهند الصديقة من تقدم وتطور جعلها في مصاف الدول الواعدة اقتصاديا وتكنولوجيا فضلا عن تنامي تأثيرها ونفوذها على الساحة الدولية، ومعربا سموه عن تطلع مملكة البحرين إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والبناء على علاقات الصداقة القوية التي تجمعهما لتحقيق المصالح المتبادلة. كما عبر سموه عن تقديره لدور الجالية الهندية وإسهاماتها في تعزيز وتيرة التنمية في مملكة البحرين. من جانبها عبرت معالي السيدة فاساندرا راج رئيسة وزراء راجستان السابقة وزيرة الدولة السابقة لشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن اعتزاز بلادها بما يربطها من علاقات وثيقة مع مملكة البحرين والسعي المشترك لتطوير وتنمية هذه العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيدة بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في توطيد أواصر العلاقات البحرينية الهندية عبر ما يوليه سموه من اهتمام متواصل بتطوير العلاقات القائمة بينهما وفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. كما عبرت عن إعجابها بالإنجازات التنموية الرائدة التي حققتها مملكة البحرين وما تمثله المملكة من أهمية استراتيجية في المنطقة.